تفقد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أحد مشروعات الإسكان التي تنفذ لصالح أهالي المناطق غير الآمنة في مدينة السلام، وذلك بحضور وزيري الإسكان والتضامن ومحافظ القاهرة. واستهل رئيس الوزراء جولة بتفقد عدد من وحدات الإسكان بديل العشوائيات في أرض الإنتاج الحربي بمدينة السلام على طريق بلبيس الصحراوي، وذلك على مساحة 230 فدان بتكلفة تصل إلى 1.7 مليار جنيه. وأكد رئيس الوزراء الحرص على المضي في استكمال هذا المشروع، كما كلف بعرض موقف تأثيث الوحدات المنتهية أسبوعيا لتكون تلك الوحدات جاهزة للتسليم لأهالينا في المناطق غير الآمنة.